السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكم في جديد بقناة عربية جيمز. اليوم على فيديو سوري فيديو جيمز مش حلقة تانية من سوريا كرافت يا شباب. حمزة طلع من الحش لا مكان. معنا اليوم حمزة بي اي بي يا حبيبي. اليوم يا شباب الفيديو اسطوري كثير عذا سوريا كرافت يا شباب يا شباب عدلنا على المنطقة كثير صارت كثير كويسة ومبلش للأسف يا شباب اليوم يوم الوداع لانه نترك هاي المنطقه. لا ليش؟ لا في احلى ذكريات. كل واحد حياخذ منطقته. يلي اعضاء السيرفر اللي ما اجوا حتى اللي اجوا حياخذوا حيشوفوا الفيديو تبعنا وراح يقول حياخذوا منطقاتهم وانا حاخذ منطقتي وابراهيم حياخذ منطقته. تمام سلام. اوكي شباب طلع حمزه. نعم هذا البرج يدل انه هاي المنطقه الي. صح هذا البرج يا شباب. هاي المنطقة منطقتي شباب. هذا شفتوا هذا البيت تاعو جماعة حلو زي من البرج. يلا ننزل. هاي كله سعيدة خلص. هاي انت عم تنزل طريقة النبات. على طريقة محترفين شباب. طلعوا المنطقة خربانة ما بعرف ليش. هذا يا شباب هذا يا شباب بيتنا اللي عشنا فيه اول حلقة. ايه يا شباب كانت ايام والله حلوة. وحتى خلف القوقعة نسى يا شباب كنا ننزل نلعب فيه نفتح السيرفر وطلع يا شباب. اول شيء سوينا تاع حمزه تاع يلا جاي تاع يوم حزين يا يوم شباب الوداع يعني تاع ما حدا بيقدر يلعب. وبنفس الوقت يوم حلو انه راح نسوي بيوت اكيد اليوم بيوت. هاد عدلنا هون شباب. هون كترنا الافران سوينا هيك البيت. ايه. هاي صار صندوق تشيست اكل. بس شباب كيف الحلقه الرابعه خلاص الكيفات الاشكال كيفات للحلقه الرابعه. وفي اسطوره يا شباب صار يصير لكم شباب 6 دايموند معنا بخلف الكواليس. خلف الكواليس هاي ثلاث شباب دايموند ضيعنا سيوفنا. يب مش ليه يا حلو عادي ناخذ اكل يا شباب. جمعت خلف الكواليس انا وحمزه. انا عندي مليار بس عارف كيف حط اذا معك اكل حطه بالفرن. برو ما بالضروره بالفرن ما معي. وثاني شيء سويناه تعال تاخذ يا جاي بس احط الاكل بالفرن. سوينا مزرعه بدون حيوانات. ووو يس كان فيها بقرة حيوانات بس اجى الضيف و او خيال 3 ساعات ما خيال 6 ساعات يا شباب اجى واكثر من واحد نزلت على ارفع على قضية المليار بقرة. ثانية يا شباب سوينا مزرعة هيك صغيرة يا شباب. مزرعة بلا زراعة. هذا يا شباب مخزن تبع هذا. ورابع شيء هو اهم شيء تقريبا بواب الندر. يا شباب طلعوا قبل ما نظبط الامور. ولا حمزه ظبطنا الامور شوي. هلا يا شباب بدنا نقول القوانين. وشباب رحبوا معنا على معاذ. يلا معاذ القي خطابك. شباب اوه لا حدا يضرب شباب. قناه معاذ بالوصف. هذا يا شباب نحن الثلاثه حاليا بدايه بالسيرفر. اعضاء السيرفر كاملين موجودين شباب وان شاء الله راح نضيف كمان بالمستقبل. حاليا انا راح اقول خطاب. حمزه ظبطنا الامور. راح اقول خطاب يلا. وحمزه رح يقول قوانين ومعاذ رح يقول رح يوزع علينا المناطق. تمام تمام يلا خطابي بالاول يا شباب حاليا. اوكي شباب ما حمزه ما تموت شوي غبيين كمل. ما تموت شباب. سيرفر كرافت يقدم لكم سيرفر كرافت ايش سيرفر سوريا كرافت يقدم لكم اهمدوا شوي شباب. هذا السيرفر فيه قوانين ومن لا ينفذ القوانين عقابه الشرطة. يلا وحاليا القوانين الى حمزة. يلا تاني شباب ويلا جا وسوف القي خطابي. وسوف يلقي خطاب حمزة. ويلا يا شباب راح القي خطابي. يا شباب اللي اكثر من هذا المبنى البدائي علي غرامي بالدايموند يا شباب بالبلوكات لانه هذا البدائي بضل ذكرى. نعم تمام نعم. ويا شباب بضل في قوانين انه ما لازم حدا يقطع البدائي. تمام زائد يا شباب زائد يا شباب انه الواحد منا يا شباب ما لازم يفوت على منطقة الثاني ويفجر له اياها ويضره باي شيء يا شباب. الغرامي والغرامي عالي كثير
بعدين بنقولها وبالمحكمة، لأنه حالي بدنا محكمة يا شباب. يا شباب نحن كلنا مع أعضاء السيرفر كلهم يا شباب، كل واحد راح يكون له بايون خاص وحيتوزع كل واحد مكانه. ويا شباب هيك بكون انتهى الخطابة وبس، وننتقل على اللعب. عمي شباب ننتقل على اللعب. بلشت يلا وضع بعض. سلام وفي شباب. اوكي خيرا الوداع. الوداع يا شباب الوداع. وضع في جدا خلينا في جدا هذا البيت اصلا. اوه شباب نام يا شباب، ما تقدر ننام. انا ما راح انام بالبيت لانه ممنوع. راح انام يا شباب، راح انام هون جوا لاخر مره يا شباب، بس بالبيت ممنوع النوم. يلا يا شباب مين بدنا نجيب؟ خلينا نستخدم، راح نكتب له نام. نام يا شباب نام. ليش هيك تختي انا اسوي لك نتشات؟ نام يا شباب. حاليا واحد بس. اوكي وين شباب؟ شوفوا شباب ما حدا عم نام جوا البيت، الكل برا عم نام. انه ممنوع. اوكي يا شباب يلا احسن ما الكل ينام يا شباب وارجع. اوكي يا شباب كل الاعضاء نامت. ناخذ بس هيك اسف راح نقول. اوكي هيك صايب صوت اللعبة يا شباب. نلبس بس الدروع اللي كل شيء حمروا اكيد على بعض شباب. هذا السرينا ورا على منطقتنا. اوه حمزة هون، حمزة تعال شوف تحت 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 تحت. حمزة حمزة شباب راح نروح حاليا. انا منطقتي يا شباب منطقتي كتير قريبة يا شباب، منطقتي كتير قريبة. راح احدد يا شباب بالديرت منطقتي وهاي منطقتي. هاي كلها شباب منطقتي وهذا منطقتي. طبعا اعتقد بناء السوق على هذا علي. هذي كلها حفظة أحيانا نقول بيت خفيف بيت والله، بس ما هو قوانين السيرفر ثقيلة يعني لازم تكونها بريدة إذا أغلقنا هيك كتير قليلة ولا هيك يا هدا. أوكي راح أبني شيء كشك حوالين المنطقة يا شباب. أوكي يا شباب هيا يا شباب، أنا كان علي إني أعمر سور حوالين المنطقة وحطيت لهم سجل كمان شوي شباب. عمرت هيك سور بسيط يعني عشان ما يبين هذا، وعمرت هيك سور يا شباب. يا شباب دخلوا غلط عادي ترى لانه انا كنت عم عمر هالشي مسموح لي. اوه يا شباب ايش كده لكم؟ شوفوا بس السور، شوفوا السور يا شباب والله سور سوري. ما راح ادخل انا ترى يعني شو راح ادخل، حاول قد ما اقدر اني ما ادخل يا شباب. اوكي عبنا خيال نام. راح اجيب سرير انام جنب اللحم. اوكي الكل نايم شباب. اوكي شباب الكل نايم. وين كسر السرير؟ ما بعرف ايش السرير عندي اسود. اوكي شباب شوف الزوم، شوف الزوم اذا ما منطقتي يا شباب راح نطلع. هبلش اول شيء يا شباب راح نبني هو الجمع خشب يا شباب، حجمع خشب شو ارجع لكم. اوكي يا شباب بس شيء ها لما كل شيء خشب ان شاء الله يفيدني. ما انا ارجع البيت من هاي واحلى ارجع البيت شباب. الريسبون راح ابني بلوكات من هون على الريسبون عشان ما انسى يا شباب منطقتي، ولهذا ابني بلوكات شباب من هون على الريسبون هيك
بعدين شباب راح نسوي طرق والهذا مو بس مش هذا هذا يا شباب. هاي الصحراء الاسبان يا شباب صاير بصحراء هيك اخترنا ورسمان تقريبا منطقة حلوة يعني محتمل انه نلاقي خمسة هني 100% نبني بس شيء عشان كمان الشباب يعدوا ايه نضل سايبين هيك نبني هيك نبني الشباب نسبة ان نلاقي حمزة هنيك شغلة تلكم 100% اذا ما لقوها هنيك انا خلاص المشكلة انه برا سبون الجوع نسبة انك الجوع كبيرة اكبر اكتر يعني من العادي نبني هيك بس اوكي شباب طيب ايش نسوي هيك اعتقد الرسول هنيك ايه يب 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 هنيك هنيك شباب بعدين راح نوزع الهذا راح نسوي طرق على المناطق وراح نسوي محلات هون يا شباب شفتوا هذا المكان البسيط هذاك حمزة هذاك حمزة عم يعمل لي هاي لو شفتوا هذا المكان البسيط اللي هون راح يصير مثل ما قلت لكم اول حلقة مثل دبي ان شاء الله نبدا نحط سحاب وحمزة جاي وين حمزة تك 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 شلونك شلونك تعال شباب نعمل له هاي هاي شلونك ايش عم يعمل منطقته والله شكله راح تصير حلو يلا انا راعي منطقتي يلا باي باي شوف اشتغل براحتي نرجع نحن منطقتنا هيك بنيتها بس مشان هذا وبرجع منطقتي يا شباب اوكي اوكي شباب وصلنا للمنطقة هذيك يا شباب هيك صار كله برسمون يا شباب والله يا شباب بدنا نعمل اول شي بيت صغير من دارت على قول ننام فيه بيت صغير من يا شباب ننام فيه على قول هيك بيت انا منطقتي يا شباب هذيك صغيرة تمام اوكي هذيك يا شباب هذيك هذيك شوف هذاك هذاك المكان كله غير راح اسوي ان شاء الله من احسن المناطق اخ يا شباب اخ هاي منطقة يا شباب هون تقريبا راح يكون اول بيت الي هون شباب بيتي هو خفيف خفيف لطيف ما راح يكون الي بيت عندي اولا يا شباب بعدين راح اتطور بالبيت راح ابني بيت خشبي حاليا هيك شوي شوي بعدين راح اطوره 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 اوكي شباب جمع خشب وكرافتينج قلنا يا شباب ديرت نجمع ديرت شوي راح اصنع صندوق بس احط فيه اغراضي هات صندوق هات بس الغراض الاولى دي يا لاير تخيلت لا هات تخيلت نحطه ما بعرف ليش تخوته صار يصوت بدي ساكنة يا لاري او شباب كلهم هيك عملتن ليش اشوف عصفور لساته معي عصفور ما انا معي رحمة الله عليه اوكي يا شباب هلا ايه مثل ما تكون مشغل ما اشتغل ما اشتغل وحده عشان ونصنع عندنا شوية عصي وهي شغل راح اجمع لي شوية داتا شباب اوكي شباب في غالب Thank you.
شباب متنا ممكن بس مو مننا هون الحمد لله. اوكي اوف والله كفو ما بعرفك والله كفو. يلا انا رايح تعال شوف منطقة معاش تعال اكتب لك تعال شوف منطقة معاش انا هو وفجي منطقتي كمان مش عارف انا بيها بس يا شباب راح اقول له ما صغير منطقته لانه كتير كتير قريب علي. وين وين حمزة 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 اوكي حمزة تعال تعال حمزة تعال هون شباب نعدي بس الحاجز تبع البيت تبع الحلقة الاولى ما بس اي حدا يديروا هاد الحاجز شباب راح تلاقوا تغييرات عملاقة بهاد السيرفر. اولا منطقتي كتير قريبة لهون معاذ راح يغير منطقته راح سيء ابعد اكيد يعني انا يمكن اغير منطقتي مو معاذ هون شوف شوف منطقتي شوف 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 لسه ما خلصته تعال حمزة شوف منطقتي بس هاي منطقتي ايه
حلو شكرا شباب، يلا نروح منطقة معاذ. يلا شباب بس اخد شوية حلو حلو حلو. ها منطقتك ايه؟ تعال اكتب له ايه يعني ايه منطقة معاذ. تعال حالي نايس. تعال منطقة معاذ حالي حالي. اجا معاذ ايش هذا؟ الله الله يا معاذ الله والله معاذ منطقته حلوة. محمد كيف محمد الله يا معاذ الله الله يا بزبوز. ايش عم يعمل هاد؟ قال منطقتك واو. بمدح ببعض شباب، انا رايح اكمل مالي في ام هالشغل هاد. اوكي شباب برينا الهيكل، الهيكل برينا شباب. كلمني شباب برينا سبعة كفات عادية. ما بطلع شباب بس ايش يعني؟ هل هو الهيكل؟ اتمنى يعني تكون شباب هلا هذه الحياة شباب تتقطع. احب اكون متفوق تتقطع. نتمنى راح تصير اخي تنزل الشباب بس في تشاركون يوم ما راح انام النجوى ان شاء الله. اوكي شباب بنيت حيط هذا ال بنيت هاد وهذا شباب، والحيطان اللي جوا كمان راح ابنيه، وبعدين بس نبنيه شباب نروح نسلم على حمزه كمان نشوف ايش بنى و نبني هدول يا شباب. اوه ها يا شباب اوه ها يعني عن جد اوه ها. نبني هاد الحيط هاد الحيط ورجع لكم. اوكي يا شباب حاليا انا بنيت هذا الحيط وكمان بنيت هاي شبابيك وباب، وشوفوا يا شباب من جوا شلون صار. بنيت كمان وحيطان وهذا زبطته. حاليا بضل بس ابني هدول او السقف مع السقف وبرجع لكم شباب. انا بجمع شوية خشب قلت محل خلينا نروح على الجول شوي. حمزة يا اخي والله مليت ده اشوف الشباب والله اشتقت لهم. صلي لو تعرف صلنا تقريبا فوق نص ساعة حصلي نروح نزوره ونكمل. شباب يلا راح نوصل. يلا شباب جاهزين؟ أو شي خلينا نكتب لنا حمزة يا تصير نصور هذا منطقته. يلا قلنا ايه تصير نصور منطقتك. ان شاء الله يا شباب يوافق ندخل له دقيقة. ها اوكي شباب حمزة كتب لي دقيقة دقيقة يعني دايو. يلا نستنى تحمس يا شباب اشوف بيوت الشباب بيوت بدائية بعدين راح نطور بالبيوت. على فكرة صديقنا التاني معاذ طلع ما عنده شغلة. وان شاء الله شباب الحلقة التالتة بكون معنا ان شاء الله. استنى حمزة بس يبعت لنا دعوة. انا صار في قوانين بالسيرفر هذا الشيء كتير راح يعيقنا. راح استنى شباب شباب استنينا كتير يا خلاص انا عملت تقطيع حواجي. هاي شباب نجمع كمل تكسير خلاص. يلا تعال ها خلاص يلا شباب خلاص حمزين تشوفوا بيوت الشباب يا شباب. انا متحمس. يلا جاهزين طبعا هذيك اوف 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 اوف. شوفي شباب زوموا اه شوف هذيك حمزه كمان. الله 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 ما بعرفك يا حمزه. شوف شباب هذا الرسبون هذا هو الرسبون. انا في الرسبون حاليا والله يا حمزه ما بعرفك. ها الو زبطنا المايك. وين زبط المايك؟ ايه زبطت المايك. كيف والله هذا البيت البنات صار وقت والله عم تشتغل. شباب الرسبون بتوقف هون بتموت تجي لهون بتوقف. بيت حمزه هون راح يسيطروا دغري بتفوت على بيته بتاخذ اغراضك وتجي. يب شو وين حمزه وينه؟ ايش قلت لك خبره؟ والله صار وقت طويل ما شايفك. صار ساعه ونص حد الساعه ونص. الله والله بيتك حلو ها؟ الساعه والله عم زبط فيه. تفضلوا ببيتي يا شباب. هذا الطابق وهذا واحد من الطوابق وهذا الطابق الاخير اللي قبل الاخير وهون عندكم السطح. والله ملاحظه حلوه على البحر. السطح وراكم بحر يا شباب. وين البحر؟ الله والله كفو. هون عندكم البلكون بنفس الوقت البلكون الطاير
بدنا نحط هون يا شباب مش علي او هيك او شو بسموها. والله كفو. شو في اكل ودعزم ابراهيم اكيد. والله كفو. الشباب كنت بدي افرجيكم بيت المعاز بس هو كاتب ممنوع انه حدا يدخل. ما حدا يصور له اياه، احنا ما عندنا مشكله. يب لهيك ما حدا يا حرام انت اختي كم البيت. تمام برو شو بيتك؟ تا اذا بدك تا. اي برو دغري هون تنزل تعمل شيء واذا يلا شباب نص على بيتي. وصلنا لبيت ابراهيم. وصلنا يا شباب. حلو. لسه ما كملت الفوق. ايش بدك تسوي فوق انا؟ فوق يا حسين اوضه النوم. هو انا بس شوي كان عاطي المايك وقت ما طلبت منه الازاز. ايه مزبوط. اسف ما كان محروق، والله حلو من جوا. ايه. وكبير ومفيد والله. بس ما زبطه بدي اسوي فوق طابق ثاني. هو راح يصير الافران والصناديق والمخازن. والله نايس والله. ايه. عاد هلا ببيت ده. لا عندي البيت نام عندي. لا ما بدي اطرق عندي المصرية ما بدي اطرق مشوار من هنا ولا هنيك. قاعدك بالبلد؟ لا ما بدي. طيب يلا باي. يلا سلام. سلام. بخلص بخرج عبالي يا شباب اخلص بيتي انا والله. برجع منطقتي وبرجع وجهي. اوكي يا شباب عن جد لازم نخلص هالمناطق بقى. لازم نخلص البيت شباب. بهون بعبي البيت من هونيك وارجع لكم. اوكي يا شباب هذا هو البيت شباب خلصنا منه. ما انا حمزة شباب ساعدني شوي فيه. ايه يا شباب والله تعبنا بهالبيوت اقسم بالله تعبنا ومعاز تعب منطقته شوفوها بحلقته. ايه والله شاد تحمسكم يا شباب. طلعوا حاليا البيت من برا شكله شلون؟ والله اسطوري اقسم بالله. شوف شوف شكله من هون حلو ها؟ جميل جدا. والله شكله شباب 10 من 10. شكرا. حتى انت بيتك يعني عالي كثير 10 من 10. هاي مكان الدخول، الارض لسه ما سويتها، خلف الكواليس يا شباب. هاي الدرج شوفوا بالحلقه القادمه ان شاء الله. درج هيك بتطلع لفوق، هاي البلكونه. دلك هيك وعلى المنطقة وعلى البحر. معاز بلكوني والله. لا البحر هذيك منطقة معاز. منطقتي هون كمان. هون يا شباب أوضة النوم راح أنقل هدول الأغراض هدول اللي بهذا البيت راح أنقلهم لهون. هون بلكونة تانية هيك على البحر تشوف كله على البحر. والله نايس. عادي. ويلا. أوكي يا شباب وصلنا لنهاية الحلقة هذه وأتمنى يكون عجبكم الفيديو. لا تنسوا اللايك والاشتراك وقدروا تعاملنا أنا وحمزة ومعاز. وسلام يا شباب.